طلباتك ايه؟ لما بقول طلباتك تزعل. قول وخلص. شريط اصلك جديد. احنا هنهرج ولا ايه؟ ههرج. انت اللي محتاجني. وبعدين ما يلزمنيش اخرج من السجن. انا لازم اهرب بره مصر كلها. لو سمحت، لو سمحت. يا حرام. ماشي. انت مين يا انت؟ انا خيط مقطوع من كتر الشد، مهزار اتحول فجأة لجد، وسؤال ملهوش في المنطق رد. انا حد اتحول فجأة لسبت، قصدي لحد. ماشي، خد عفر السيجارة دي. مسك نفسك يا ابني شوية. قول لي ايه حكايتك بقى؟ عشان انا ما بقتش فاهم لك حاجة. كسرة النفس وحشة. اللي قدامك ده من ناس خريج جامعة كامبريدج، شايف كامبريدج؟ وخدت منها درجة اكسلانس، اكسلانس، لانس، لانس، لانس. عداني ابن الجذبة، صدى الصوت. وقع في طريق انسان سميته صديق، اديته الامانة، الامانة. خان الامانة. وخد اللي ورايا واللي قدامي. انا اللي عملت في نفسي كده. تصدق انا حبيتك انت. يو لاف مي. وهوقفك تاني على رجليك. انت قلت لي اسمك ايه؟ صابر. شوف يا صابر، انا هخليك تعمل احلى مصلحه. هنا يا عمو. ده هنا بيحصل احلى مصالح. اهم حاجه تبقى حلال. طبعا حلال. بس المامور الجديد بقى منه ولا خلو سمير. خلو؟ خلو ازاي؟ اخو ماما. ده الانسان الوحيد اللي وقف جنبي في وقت كل الناس كان بتنهش في الاحمي، في الستريت، الطرقات. تصدق انت وقعت لي من السماء. شوف يا صابر، انا هعمل معاك احلى مصلحه، مصلحه بمليون جنيه، وهعرقك ب30%. يا عمو كلامك غريب، غريب قوي. انا مش فاهم حاجه من الكلام ده. يعني ايه مصلحه وهعرقك؟ مصلحه يعني بيزنس. اوكي. طب وهعرقك يعني هقبلك. يا يا لا يا عمو سوري، ما اقصدش يا يعني موافق بس بالامريكا. شوف يا صابر، باختصار احنا عايزين ندخل سجاير جوه السجن. هنا؟ يا اوكي. بس انا عارف ان السجاير دي مضره بالصحه. صح، هي فعلا مضره بالصحه بس حلال. خلاص يا عمو اللي تشوفه، اللي تشوفه. جيب مي فايف يا حبيبي. دي وعهد الله. جيب مي فايف كده. تلاقيني مكمره لك الموبايل في اخر الحل في قلب الرز. رز؟ تسلمي يا غاليه. ما بقتش فاهمه دماغي انا من ساعه ما احلق لي هنا. حتى انا ما بقتش فاهم دماغي، بقيت رجل فضاء يا ليلى. يا حبيبي يا عم خليك معايا بقى. السروج عارف ان انت عندك جلسه يوم الخميس، وبيقول لك ما تخافش، هو في ظهرك هيهربك، علشان كمان عايزك في عمليه جديده. اصيل قول له صابر عارف انك انت قدها ودود، واللي ظهر ما بتضربش على بطنه، وكمان بلغه ان الحكومه عينها عليه. حصل. والنبي انت غلبان. غلبان؟ انا غلبان قوي يا ليلى. ما تجيبي بوسه بقى ولا ده مش موضوع. ما تلمي ايدك يا راجل، احنا قاعدين مستنيين. ايه يا بنت انت وحشاني بجد. في ايه يا عم صابر؟ ما تحترم وجودك يا جدع. ايه يا عم انت؟ دي مراتي وانا شريتها. وبعدين بس ده يرجع ولا ايه؟ مش لما انت ترجع. يا رب يا حبيبي. يا رب يا رب ارجع يا ليلى. انا بقيت مخلوق فضائي. تفتكر هفضل في المريخ؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ازاي هتدخل من غير ما تخبط؟ الو يا سيادة المأمور. يا خالو. خالو مين يا؟ مش انت خالو هتتبرى مني؟ يا خالو اسمع. الو. لا 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 انا زعلان 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 ثلاثة زعلان. معقولة؟ مش اكلمك ثلاث مرات وما ترديش عليا؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده، وبعدين انا اتصلت بيك على البيت ما ترديش عليا. طب ما انت فاكك اهو،
امال قامت علينا ليه؟ ولا انت جبت الكلام ده منين؟ مش هقولك، انا زعلان منك، عايز تسيبنا وتروح المطافي. لا المطافي ياح، ما تبصليش كده بقى يا خالو. انت بشاير وخالي اللي مشتري يتفرج يا خالو. خالو انت عايز ايه؟ بارنس. تقول عايز ايه؟ بارنس. انا ابتديت اخاف منك. ليه يا لولا؟ جبتني هنا ازاي؟ عملت لهم لطه كبيره هنا خصوصا بعد الزياره الاخيره، جننتني وبعدين مش عارفه اخرج لك، فقلت بقى تجيبني هنا. بالظبط يا لولا، الزنزانه نورت. منوره بنفسها يا حبيبي. جد يا لولا، معقوله تحبيني زي الاول بعد ما تحولت انسان فضائي؟ بحبك في كل اشكالك. مش مصدقك هنا. الزنزانه دي هتولع لاعلى من خالص. وداني اقعد يا احلى مفاجاه يا لولا. لا سحر ولا شعوذه. امسكي امسكي يا بت. ايه دول؟ 300,000 جنيه. جبتهم منين دول يا صبر؟ ربك يا لولا ما بينساش حد. اسمعي يا بت، مسير عقرب الساعه ده هيلف على ساعه، هنبقى في حته تانيه خالص. وانا هخرج بيهم ازاي بقى دول ان شاء الله؟ في ثانيه الا ثانيه، نفس العربيه اللي جابتك هي اللي هتوديكي. يا بنت انت مرات جوجل. عايزك بقى ما تنسيش تعدي على ام رحمه، بجهز بنتها رحمه، والست دي ليها فضل عليا كبير قوي. فضل ايه بقى؟ رضعتني وانا صغير. يا حبيبي طول عمرك اصيل وما تنساش الواجب ابدا. هنعمل ايه بقى؟ الناس لبعضيها. وما تنسيش برضه الله يبارك لك باكو كمان للبت هدى. ليه بقى دي كمان ان شاء الله؟ انت رضعتني وانا كبير. نعم. هنعمل ايه طيب؟ سيد عثمان اتحرك يا ابني. فندم. خالو يا خالو خالو. البضاعة فين؟ في زنزانتك يا عمو. بضاعة بنص مليون جنيه تسيبها في الزنزانة؟ أعمل إيه؟ خالو قال لي كده، بس هو قال لي إن السجاير حرام. لا يا حبيبي مش حرام، يا بس مش مستحبة. الحمد لله يا رب. إيه لي بقى عشان رايح استئناف يا رب أخرج. ربنا معاك يا صابر، خد بالك إحنا عندنا شغل كتير. صابر سيد علي الطماني. افندم. ابراهيم محمد احمد. افندم. الصلح حسين هيديك مفتاح الكلبش وانت بتركب عربيه الترحيلات، وهو برضو اللي هيفتح لك الترباس لما تيجي تهرب. طول فترة السجن كنت أأمل تجيلي فيزيتور، زيارة يعني. سؤال إيه؟ البيانو اللي أنت كل شوية منطرهولي في حتة، مرة في الجنينة ومرة جوه هنا، نظامه إيه؟ أنت بقى بتلعب عليه ولا جابه ديكور؟ لا بلعب عليه. فنان يعني؟ أرتست يعني؟ أنا شغال مع أرتست. خلينا في المهم. أنا عايزك في العملية الجديدة. مش لما نصفر القديمة يا فنان؟ شو يعني نصفر؟ يعني نجيبه أرض بس هو يسلم. مين هو ده اللي يسلم؟ أم. نصفر يا جوجل. 10 خضرة أم. كده بقى فاضل لي 40 أخضر. ما تلم رجليك شوية. طب وأنت إيه اللي مسكتك؟ ماشي يا طهرة. عايزك تظبط يالا. ما تنساش إن أنا اللي مخرجك من السجن. يعني أنت اللي عليك. مش أنا.
ومين قال لك بقى ان انا كنت عايز اخرج؟ انا كنت اخلص المصلحه بتاعتك وارجع تاني. تصدق بالله انا بطلع مصلحه جوه احسن من بره، وفي الهادي جدا على روقان. ده انت ما حدش يعرف يغلبك يا عم. انا لا عايز اكون غالب ولا مغلوب، انا عايز اقضي المصلحه واطير. ايه المصلحه؟ عروسه مكتوب كتابها عايزين نسطرها ونوصلها لابن الحلال. لميعه ولا مطربه؟ ملعلعه. الدخله امتى؟ يا ريت النهارده قبل بكره. ايه المصلحه؟ حته اثار ذهب عايزين نسلكها. الاستلام في الاقصر والتسليم في اسكندريه. وبعدين كده انت فهمتني كويس طبعا كبير. تمام. تمام. الله، انت بتكلم مين يا دنيا؟ بشاور قرين يا برنس. انا ما قلتلكش ان انا ملبوس. خلينا في المهم. الموبايل ده خط جديد هكلمك عليه في اي وقت، والفلاشه دي عليها فيديو لعروستنا. طب ما عليهاش حاجه الاصاله الجديد؟ ما تقفش، احنا هي ناقصه قفش. لاف 4 четверти часа лигурийский регулировщик регулировал. طب علي 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 علي. ولا ده так и не было вировали. Протоколом запротоколировал, как ингировал. طب الخبر ده طلع صحيح. طب مصيبه سود. خبري مش عارف. مش عارف. بس قلقان. Что дабы инцидент не стал претендентом на суде. اسيبك انت بقى تقلع لوحدك. وقلقان في اي مكان تاني. سلام. Не кури турка трубку, купил. ليلى انا بخير. لم هدومك انت وشيماء وفاروق عشان هتجوني. مش لما الاول اعرف في ايه يا صابر. هفهمك بعدين. شوفي مين. شوفي مين. حاضر حاضر. مين؟ حكومه. يا لهوي، الحق يا صابر، الحكومه بتدور عليك. في يا باشا. فين صابر يا بنت؟ في السجن يا باشا. خش فتش المكان. ما هو هرب يا روح امك. يا فندم مفيش حد جوه. هاتهم لي على البوكس. والله يا باشا ما اعرف. يلا يا بنت. ياسر بيه، ده ما كانش اتفقنا يا عم. تقلقش يا عم، احنا عاملين الموضوع ده بس عشان يبان انه طبيعي. ساعتين كده وهخرجها لك، وزي ما وعدتك هصفرك ورقك زي الفل. بقول لك يا جوجل، هبعت لك رساله على موبايلك في عنوان، تحفظه كويس قوي وبعدين تمسح الرساله. ماشي يا باشا. يلا صباح فل يا جوجل، مع السلامه. انت هتهرب الواد ده بره مصر؟ أهرب مين يا عم انت؟ ده واد نصاب عليه قضايا أكتر من 15 سنة. Delivery date. When? You are too late and we hurry. ليك حياتي، هن عم يسألوك عن موعد التسليم، بيقول لك إنك اتأخرت عليهم كتير، وهن هيك مزعجين منك. التسليم حيكون الأسبوع الجاي. نظام سدد الفلوس ازاي؟ Delivery will be next week. How the money will be? One third of the amount will be paid before delivery and the rest after delivery. حياتي هو رح يدفع لك الثلث هلا قبل التسليم والباقي بعد التسليم. وانا موافق. اوكي. يا صابر. حياتي ليكو، هيدا صابر. ايوه يا صابر. خلي بالك يا باشا انت متفائل. بقول لك يا غالي، احنا مش مركب واحده؟ ولا انت عايزنا نطلط تخش السيجنال بسطرحه؟ خلينا في الجد. انت هتستلم العروسه في الاقصر وهتسلمهاني في اسكندريه، والكلام ده هيكون يوم الجمعه. اهم حاجه بعد الصلاه. انت عرفت ازاي ان البوليس بيراقبني؟ جات لي رؤيه، اصل بنام طاهر. كلام نتعيا براها امك. اوبا، ايه الجو الامريكان انت جبنا هنا ليه؟ مزاجي. انت سيب انت على قالك لما يظبط الحجر بس شويه. ولا بقول لك ايه، انا لا هسلم ولا هستلم. انا روح في ايدك. فين ال عف؟ لا كده انت بتدخل ظرف التهريج وغالبا بتقلب بجد. امسك اشرف لي ارجع السجن احسن. هنسميك الاسم اللي انت عايزه يا حبيبي. طلباتك ايه؟ لما بقول طلباتي بتسال. شريط اصاله. اوبا، ده انت معبي. لا انا عايزك تسميني سعيد عشان لما اسافر يقولوا لي هابي.
استغفر الله العظيم امك ولا ذنب عظيم. التسليم امتى يا صابر؟ والله ما انا راضي عليك عشان انا قلت لك هابي وانت قصدي تضايقني. التسليم امتى يا هابي؟ هابي ايوه كده كمان يومين هيبقى فين؟ يعني انت ما سمعتش؟ الحكومة بتحب تتأكد ولا مصنع الكراسي اشمعنى؟ عشان ضلمة. خلص يالا مالكش امان عند الهرم الكبير. اشمعنى؟ عشان طويل. ما بطل وسخ يالا وخلص. هو اللي قال لي ولعلمك بقى عشان خاطر المحبة اللي ما بيننا العروسة لميع مش متربة. افهم من كده ايه؟ كنت انا فهمت مسكرة هدي الفلاشة اللي عليها العروسة بس امان عليك ما تمسحش اغاني اصلا اللي عليها. اوعى ايدك تمسح اصلا ايدك. انا ما يهمنيش في الموضوع ده حاجه. انا هغسل ايدي منه وهسلمك السروجي في ايدك دي والعروسه في ايدك دي بس امان عليك بلغ مصر ابنك صابر بيقول لك كفايه عليه قوي كده. عليك وعلى عمرك يا شيخ انت وكريم. أغطى تصدمة أدخل لها تصنخي قلبي يا فيها جدعان تستعبطوا ولا إيه؟ فيه فيها صابر حلمت ببغبغة نحوة بيعض في هدهد ده إيه في الخير؟ ابقى اتغطى كويس وندف على شمالك.
صباح الخير. صباح النور. صباح النور. الأنسة شاهناز المهندسة الجديدة ومسؤولة عن إدارة الموقع. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك مستر عمر. تقدر تتكلم يا عادل؟ بالنسبة لمنتجات مزارعنا في الصعيد ما بقتش منتجاتنا قد طلبات اللي بتطلب مننا، وده يا فندم بسبب قلة مساحة الأرض الصالحة لنظام الزراعة بتاعنا في المناطق المجاورة. طب وده ملوش حل؟ ما نجيب مزارع جديدة. وما أنت بتعمل إيه يا فاروق؟ اعتبره حصل يا مستر عمر. أنا عملت سيرش على مزارع جديدة وحددت بعض الأماكن اللي ممكن نشتري فيها. أمال إيه مشكلة مصانعنا في دمياط؟ العمال عاملين إضراب ليه؟ 20% من العمال متأمن عليهم صحياً تبع التأمين الصحي الحكومي، و80% مش متأمن عليهم، وهم دول اللي عاملين مشكلة. لا مشكلة ولا حاجة. أمن عليهم تبع مستشفياتنا وعمل لهم خصم 50% على الدواء. إدي الناس تديك. أيوة بس ده هيبقى لود كبير قوي على الشركة. لا ده سوء إدارة. لما تبص في مرايتك يا فاروق أول ما تلمح علم عيبك واعلن عنه هيبقى 100 ميزة، لكن لو داريته هيبقى 1,000,000 عيب. لو اتعلمت ده هتختصر وقت كتير ويمكن تنجح بسرعة. أنا لسه عند رأيي. ده هيعمل لود على ميزانية شركتنا، وبعدين في الأول في الآخر دول عمال. مش عبيد يعني. ده بس عشان لسه ما بصيتش في مرايتك يا فاروق. تأمينك على مين؟ أنا آسف يا مستر عمر. طب أنا بلغني إن مناقصة وزارة الإسكان بتاعت الشباب رست علينا، وزي ما أنا شايف كده إن الشقق نازلة على 43 متر. بالظبط يا فندم. والكلام ده مش عاجبني. المساحة تتحول ل 100 متر، إلا بقى لو خفضناها ونزلناها 30 ونعملها مقابر، وبالمرة أحجز لكم أنتوا أولى. إزاي يا مستر عمر؟ ده تعاقد مع الوزارة. ومش هينفع يتغير فيه. مالكش دعوة بالوزارة، أنا أتصرف معاها. اعمل اللي قلت لك عليه. وحاول المساحه ال 100 متر مع الحفاظ على الشوارع والمناور. امرك يا مستر عمر. الوزاره مش هتغير التعاقد. والميزانيه اللي احنا واخدين المناقصه بناء عليها ما تعملش غير 43 متر. ما تقلقش. انا اضرب اللي بعمله. ما بحبش اتكلم في البريك بتاعي. انا اسف يا مستر عمر، بس انا باصص لبعيد قوي. باصص لبعيد قوي. طب بصصني بقى المكان اللي انت باصص منه. انا شايف ان الكرات اللي انت خدتها النهارده دي لازم تدرس تاني. وبعدين انا كنت فاكر حاجه تانية خالص. كنت فاكر؟ ده في عالم الافتراضي. البزنس ما فيهوش فاكر، في متاكد، في كان في ايدي. في حاجه يا مستر عمر؟ ابدا. بمسح لوح الإزازة اللي ما بيننا، على الأقل لو مش سامعني تبقى شايفني. بص يا سيدي، كم دي؟ 6. ده بالنسبة لك، لكن بالنسبة لنا 9. وده أكبر دليل إني من مكانك ممكن تشوف الأمور كده، لكن مكان الكرسي اللي قدامك كنت تشوفها بشكل تاني خالص. عايز تقيم اللي قدامك اقعد على الكرسي بتاعه واتقل، ساعتها هتجاوب على كل اسئلتك من غير ما تسأل، من غير فتش، زي كل مجتمعك بقى يفتي في كل حاجة، في سياسة وفي إعلام وفي رياضة، بقى كله بيفهم في كل حاجة، كله بقى رئيس. شغال معانا هنا؟ انا شادي سوبرفايزر. مش سوبرمان يعني؟ لا بس نصير موظفين من هنا. انسجام؟ انا اسف والله يا باشا. شش، تاكل انسجام في الاسانسير يا حيوان. هو حضرتك تعرف انسجام يا باشا؟ انسجام شارع المحطة ورئيس من الجيزة، كانت أيام زفت. البيتين بكرة على المكتب يا حيوان، اوعى تنسى. بص بقى يا سيادة المدير،
القاعة اللي هيكون فيها الوزراء ورجال الأعمال بقى تحت مسؤوليتنا من دلوقتي، ما يخشهاش حتى عامل نظافة. تحت أمرك يا فندم. عايز من سيادتك كشف بأسماء كل النزلاء وجنسياتهم من تاريخ 7/9 لحد 10/9. كشف موجود في الريسبشن. وعايز بقى قهوة بسرعة جدا. تحت أمرك يا ياسر باشا. شكرا يا باشا. اتفضل يا فندم. اتفضل. مش ملاحظه انك بتشربي كتير قوي بقى نهار وليل؟ ما بقتش فارقه، ما هو نهاري زي ليلي. على فكره الانسان طاقه، وانا بقى طاقتي بقت كده ما تعديش فتله. ابقى بالله. هي ايه الفتله؟ واضح الفلوس ما غيرتكيش، بس غيرتك انت. شعر بيض يعني؟ اذا كان الزمن بيغير الحيطان مش هيغير البني ادمين؟ وبعدين لو غيرت على الدنيا كلها ما اقدرش اتغير على عشره عمر. ما تستفزنيش يا صابر، انت ما بقتش انت. عشان انت ما بقتيش انت. انا؟ انا اللي لغيت قلبي ومشيت ورا عقلي وبس؟ انا اللي اهملتك وما بقتش شايفه حاجه قدامي غير البيزنس والمشاريع؟ انا؟ يا اخي ده انت حتى مش بتعتبرني مشروع من مشاريعك. ده انت الموظفين بتوعك بيتعاملوا بيتكلموا معاك اكتر مني، وانا اللي مساعدك في كل ده. وبعدين قول لي هنا ايه حكايه المره اللي دايره في دينك؟ اوه مره ودينك، رجعتي لاصلك. دي السكرتيره، متهيألي احنا مبدرين معاد النكت شويه. كلمني هنا. سندوتشاتك يا حمزه تتاكل كلها ما يتسابش منها حته، تقعد قدام التلفزيون. ايه يا رؤى يا حبيبي؟ فرحان في ايه؟ صابر بياخد قرارات الايام دي غريبه قوي، هيضر بيها نفسه ويضرنا كلنا معاه. صابر بقى على وضعه خلاص، وبعدين هو حر في ماله. كبر دماغك منه. اكبر دماغي؟ اكبر دماغي منه لما انا اكون موظف عنده؟ بس ده ابن عمي، يعني اخويا. احنا مش هنفضل كده متشعلقين فيه طول العمر عشان هو ابن عمك. ما ينفعش، احنا كمان لازم نشوف مصلحتنا يا فاروق، نعمل لنا شغلنا كده على جنب نأمن بيها مستقبلنا ومستقبل ابننا. ما بقاش في حد بيفكر في مستقبل حد، كل واحد بيفكر في مستقبله وبس. بس انا ما اعرفش اعمل اللي انت بتقولي عليه ده. انا لو اعرف بس هو بيفكر في ايه. الفلوس، الفلوس يا فاروق بتغير القلوب وبتقلبها. امال لو قلت لك بقى ليلى بقت بتعاملني ازاي هتقول ايه؟ الظاهر ان الفلوس ما غيرتش صابر وليلى بس. ازيك عليك يا باشا؟ ازيك يا عمر؟ والله ما صدقت نفسي لما قالوا لي مالك طلبني بالاسم. والله ده كتير. مش قوي كده يا نشارتي، خلينا في المهم. انا بقول كده برضه. انت عارف يا عمر، الحكومه ما عادش ينفع يكون لها حزب، لانها حكومه كل المصريين، بس لازم يكون لها ظهر. عشان كده احنا عايزينك معانا. الموضوع كبير قوي، مش معنى. لا ده انت عملت نجاحات كبيره قوي، فت البلد والناس، ده علاوه علينا اسمك بسم الله ما شاء الله في العالي. والاهم من ده كله انك شخصيه مش محروقه. الباشا مضرب ولا ايه؟ امسك الخشب. بص يا باشا، انا راجل طول عمري
بلعب بزنس، السياسة دي مش لعبتي. صدقني الاثنين لعبة واحدة. البزنس من غير سلطة تحميه يبقى مهدد وعلى كف عفريت، والحكومة من غير حزب قوي يحميها تبقى ملطشة اللي رايح واللي جاي. انت محتاج السلطة عشان تحمي البزنس بتاعك، والحكومة محتاجاك عشان تحمي سياستها. فهمت؟ دي أهداف حزبك الجديد يا باشا، لو معرفناش نعدلها نظبطها على عقيدها. وانت كمان زيها. انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي يا مدام ليلى على كل اللي انت بتعمليه مع الاولاد دول. حياتهم اتغيرت 180 درجه من ساعه ما شافوكي. انت ما تتصوريش كمان بقى متعلقين بيكي قد ايه. الحاجه الوحيده اللي ممكن تشكريني بيها انك تطلبي مني اي حاجه الاولاد محتاجينها. اصل مدام ليلى ما قلتش لحضرتك نفسها تفرح الاطفال باي طريقه. انت حقيقي مش مخليهم محتاجين اي حاجه، ومع ذلك اوعدك لو احتاجوا اي حاجه هكلمك على طول. ربنا يقدرني واعمل لهم كل اللي بيحلموا بيه ان شاء الله. هشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. يا مع السلامه. على خير ان شاء الله. يا ماما ليلى انت ماشيه بدري ليه؟ معلش يا حبيبي انا هرجع لك تاني، بس اوعدك المره الجايه هقعد معاك كتير قوي لحد ما تزهق مني. انا محتاجه لك اكتر من انت محتاجه لحبيبي.